تعتبر كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في الفحيص من الكنائس الأثرية القديمة في المنطقة، والتي مر عليها عصور وحضارات، وقد بنيت الكنيسة بفن بيزنطي قديم على شكل صليب. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. الفحيص، تلك المدينة الوديعة ذات الأغلبية والأهمية التاريخية للمسيحية في الأردن، بلدة التاريخ والتراث والحضارة، تتوسط بموقعها المملكة الأردنية الهاشمية وتتميز بثقافتها ولحمتها العشائرية. نحلق سويا في حلقة اليوم من برنامج كنيستي حول كنيسة أثرية قديمة، كنيسة عامرة بصلواتها وطقوسها، كنيسة ترعرع بين جدرانها العديد من الحكماء والعلماء والأدباء، كنيسة مر عليها عصور وحضارات وخدمها رعاة من الكهنة حافظوا على المسيحية الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية. يا كنيسة يا مجيدة أنت بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء بنيت على شكل صليب بفن بيزنطي قديم على عدة مراحل، ابتداء من عام 1898 واستمرت حتى عام 1909. يبلغ طولها 18 ذراعا وعرضها 10 أذرع وارتفاعها 7 أذرع، شيدت بتبرعات أهل البلدة المحسنين. تميز الكنيسة من الداخل جدرانها وحجارتها القديمة، ففي قلب الكنيسة يوجد الأيقونوستاس أي حامل الأيقونات الذي يعود لعام 1927 ويعد فريدا من نوعه، وهو مرسوم بشكل رائع بحسب الطريقة الروسية. الفحيص هي من المناطق اللي بيعود اسمها إلى الفحص، كان فيها محطة جمرك، كان فيها يتم فحص القوافل الحجاج والبضاعة اللي كانت موجودة فيها. معروفة الفحيص بشجر الزيتون، معروفة الفحيص بشجر بالعنب والدوالي، معروفة بالينابيع الطيبة. أول كنيسة بمدينة الفحيص هي كانت كنيسة بمنطقة الدير اسمها كنيسة البرج الأبيض، اللي كانوا يسموه كانوا من برجها يشوفوا ملامح القدس من هاي المنطقة اللي هي منطقة مرتفعة. الآن في بعض الأثار لهاي الكنيسة ظلت موجودة، لكن عبر الزمن انهدت عبر الحروبات، عبر الظروف البيئية انهدت هاي الكنيسة، صار موجود بعض الأثار منها. بعدين المرحلة الثانية كان في مغارة بمنطقة الربع، هذه المنطقة اللي هي قريبة من كنيسة القديس جيورجيوس، كان يجتمع فيها الناس للصلاة، واليوم هي عبارة عن مغارة شبه مقفلة في ملامح موجودة منها. تحوي الكنيسة أيضا على أيقونات قديمة جدا تعود لعام 1882، نقلت جميعها لمتحف بجانب الكنيسة للحفاظ عليها وعلى ملامحها. معظم الأيقونات الموجودة هنا هي بتعود تاريخها لل 1926 وفي 27. طبعا هاي الأيقونات هي بحسب المدرسة الروسية، ويقال انه كانوا سياح يجوا من صربيا ومن روسيا باتجاه القدس كانوا يمروا بمنطقة الفحيص ويسكنوا فيها، لانه كان في راهب
من المسكوب، وفي منطقة المسكوبية تسمى كمان نسبة للراهب، وفي كان بيت للراهب وعين للراهب، كان يسموه العين اللي على رؤوس البيادر بعين الراهب، كان راهب ساكن هون، وكانوا السياح اللي يجوا يزوروا الكنيسة ويكونوا جايبين معهم هدايا. وفي عنا أيقونات أثرية بعود تاريخها لل 1846 لل 1882، وهاي الأيقونات إلها قيمة كثير كبيرة، الآن موجودة بمتحف الكنيسة أو بالكنيسة القديمة اللي هي كنيسة الخضر أو القديس جيورجيوس اللي بعود تاريخها لل 1882. في كناري فل وصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فل كنوح ملجأ لكل الخطى. وببركة من غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، فقد منح غبطته هذه الكنيسة البهية ذخائر من خشبة الصليب المقدس ليتبارك منها كل قاص ودان. جرى ذلك باحتفال مهيب حضره أبناء الرعية والكنائس المجاورة في البلدة، كما قام كهنة الرعية بتشييد مزار للذخيرة المقدسة. هاي الكنيسة اللي بيميزها انه في عنا بال 2001 كانت بمكرمة من بطريركية الروم الأرثوذكس، بانه صار في عنا مزار لخشبة الصليب المقدس. هذا المزار باحتفال كبير تم بزياح كبير بزيارة بكل البلد اتجمعت، كان في عنا استقبال لذخائر الصليب المقدس، وهي الذخائر اللي هي موجودة على شمالنا بداخل الصليب بالإضافة لحجر الجلجلة، وهي فعليا بركة كثير كبيرة لهاي الكنيسة ولكل أهل الفحيص اللي كان عنا فرصة أنه نتبارك مباشرة من خشبة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الخشب الحقيقية لصليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نرى في كل عام وتحديدا في يوم الجمعة العظيمة تكاتف رعايا الكنائس الرسولية في بلدة الفحيص ليتشاركوا في أرجائها وشوارعها بمسيرات تعلو بها أصوات التراتيل مع نور الشموع واستقبال النور المقدس، ليشهد العالم كله بأن كنيسة المسيح واحدة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الفحيص هي من الرعايا النشيطة جدا على مستوى الأردن. بيميز هاي الكنيسة انه فيها من صار في عنا خشبة الصليب صار في عنا مزار لخشبة الصليب المقدس، وهذا المزار بيزوره كثير من المؤمنين اللي بيتباركوا بخشبة الصليب، وصار عنا عيد الصليب اللي هو ب 27/9 يوم حج، يوم بيقطن بيجي كل المسيحيين من حوالين هاي المنطقة، بيكون في احتفال كثير كبير على مستوى، وبيكون في زياح للصليب المقدس بخارج الكنيسة للبلد حتى ربنا يحمي بلدنا الأردن، يبني يحمي هاي المدينة ويحمي كل الناس الموجودين. وكالعادة بآخر الاحتفال بيصير في إيقاد لنار الصليب اللي احنا بنعرف هي كانت إحدى علامات اللي نقلوا الخبر لروما بأنهم وجدوا خشبة الصليب. خدم في هذه الكنيسة كهنة صالحون من أبناء عشائر مدينة الفحيص الذين سعوا دائما لنشر كلمة المسيح وتعاليمه، والذين حافظوا بإيمانهم على إرثهم وتقاليدهم. تحيط جوانب الكنيسة مدافن للآباء الذين خدموا فيها، منهم الأب عطلة جريس والأب سعيد الخوري والأب ميخائيل وخليل ونصر الله وعيد السويس والأب جريس شتاوي والأب يوسف السماوي ونقولة ويعقوب الداود، وآخرهم الأب إلياس السويس رحمة الله عليهم ولتكن ذكراهم مؤبدا. معظم الكهنة هم
مدفونين بملاصقين لجسد الكنيسة، لأنه إيماننا بأن الكنيسة هي مش كنيسة الحجر، الكنيسة هي كنيسة البشر، هي الكنيسة الجسد اللي رأسه الرب يسوع المسيح. وهدول الكهنة، الأباء الكهنة اللي خدموا هاي الكنيسة بكل تفاني، هم عادوا ليكونوا أجزاء، جزء لا يتجزأ من جسد الكنيسة المنتصرة. تتوالى الخدمة والرسالة من جيل إلى جيل وكاهن فكاهن، فتبقى هذه البيعة الأرثوذكسية حافظة في جدرانها كل ذكرياتهم العطرة التي ما زال صوتها يصدح حتى الآن. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد.